وإيانا في الدقائق أو الثوان القادمة السيد فريد الجيوسي رئيس المجلس في تلك المنطقة، سيحدثنا بتفاصيل أوفى حول أبرز التطورات الحاصلة في قضية الكسارات، ولماذا حتى هذه اللحظة لم يصلوا إلى حل نهائي حاسم وفاصل في موضوع الكسارات التي تؤدي إلى كل هذه المنظومة حسب وصفهم من الخراب ومن الدمار. مباشرة هل الوضع جاهز على؟ طيب مباشرة نذهب إليكم إلى السيد فريد ونقول ألو صباح الخير سيد فريد. صباح الخير أخت وفاء، صباح الخير لجميع المستمعين، تحياتي. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل الخير. قضية الكسارات كنا قد عرجنا على هذه القضية لأكثر من مرة بتفاصيل وافية، لكن ما التطورات الحاصلة على هذا الملف؟ نعم أخت وفاء، كما قلت إحنا ناقشنا منذ مدة طويلة وبشكل دائم موضوع الكسارات، ولكن لا حياة لمن تناتي. كما كنا في قرية كور وفي منطقة الكسويات بشكل عام، ما زالت هذه الكسارات تنتشر، ما زالت تتوسع بشكل عشوائي مخالفة لكل القوانين والأنظمة، ولكن لا يوجد أي جهة رسمية قادرة على إيقاف توسع هذه الكسارات وإيقاف أضرارها على المواطنين. لذلك في اليوم السابق أو البارحة كان هناك اجتماع لإقليم محافظة طول كرم، ممثلا لأمين السر الأخ أبو الصامد وأعضاء الإقليم ومناصر منطقة الكسريات ورؤساء المجالس وجموع الأهالي لبحث التطورات الأخيرة في هذا المجال، حيث أننا في هذا الوقت دخلنا إلى منعرج جديد، فأصبح هناك اعتقال لأحد الشباب من منطقة الكسريات من قرية كفرسور على ذمة الأجهزة الأمنية دون وجود أي تهم حقيقية عليه، وبالإضافة إلى استدعاء من شباب المنطقة وهم ضباط في الأمن الوقائي، أصلهم الأخ غسام جيوسي وفارس جيوسي وأنس، استدعائهم إلى النيابة العسكرية وأيضا دون وجود أي تهم، علما أنهم تم استدعائهم إلى النيابة العسكرية في طول كرم وتم التحقيق معهم. الآن يتم طلبهم إلى مدينة رام الله للتحقيق معهم واحتجازهم. نحن الآن في منطقة الكسريات أصبحنا نعاني من أضرار الكسارات، وأصبحنا نعاني من هيمنة رأس المال على صانع القرار ومحاولة رأس المال فرض سيطرته على الأرض ومن خلال فرض الهيمنة الأمنية. أيضا نحن في منطقة الكسريات كنا قد أصدرنا بيان كأمناء سر لهذه المنطقة لأننا نعارض إنشاء هذه الكسارات ونعارض توسعها العشوائي على أراضينا. لكن سيد فريد، يعني لصالح من بصراحة حتى هذه اللحظة المماطلة في هذه القضية؟ بل على العكس، أنت ذكرت قبل قليل أنه تم استدعاء واعتقال ربما لبعض الأسماء التي ذكرتها، وبالتالي الوضع يتفاقم ويتأزم بل لا يذهب نحو ربما الحلول الجذرية والمفاوضات السلمية. نعم إحنا مع الحلول الجذرية والمفاوضات السلمية ونحن مع القانون، ولكن إذا كان هناك تدحرج غير قانوني لهذه الأمور والتعامل بتعسف وإجراءات تعسفية مع أبنائنا، نحن لا نضمن ما هي ردة فعل الشارع المظلوم. نحن كرؤساء مجالس وكمناصر دائما نسعى لتهدئة الوضع ودائما نسعى لا يكون هناك فوضى، ولكن حل هذه المشاكل وحل هذه الأمور لا يكون من خلال الضغط على المواطنين، ولا يكون من خلال الضغط على المناضلين وأبناء الأجهزة الأمنية في مناطقنا. نحن واضحين، نحن نريد حل جذري لهذه الأمور من خلال تدخل وزاراتنا وحكومتنا الفلسطينية. نعم، طب مرد من قبل الجهات المختصة، يعني سواء كانت الوزارات سواء كانت جهات الاختصاص، بماذا تتم الإجابة على هذا الملف؟ نحن نرفع الكتب الرسمية ونقدم الطلبات الرسمية، ولكن وفي بعض الحالات
تأتي وفود من بعض الوزارات لمعاينة هذه الأمور، ولكن دون تطبيق عملي لهذه القرارات. لا يوجد جهة، للأسف لا يوجد جهة رسمية الآن قادرة على إيقاف توسع هذه الكسرات. لا يوجد جهة رسمية. هذه الكسرات تعمل في منطقة صناعية محددة، مساحتها لنفرض مثلا 100 دنم، هي الآن تعمل في مساحة 50 دنم. إذن واضح تماما أن هذه الكسرات أو ما يشرف عليها تتوسع وتتعمق وتتغلغل في أراضي الكفريات وكور على وجه تحديد، لكن هل هذا يستدعي اتخاذ قرار استدعاء لبعض المواطنين، بل أيضا ربما تسجيل حالات اعتقال في صفوف الأهالي؟ هل هكذا يقابل من وجهة نظرك بصراحة، تقابل مطالب الأهالي بأن يتم الاستدعاء لهم؟ نحن كنا في أول المحادثة هذا ما لا نريد أن نصل إليه. نحن في منطقة ريات، هذه المنطقة الهادئة، بقعة جميلة من بقاع فلسطين الحبيبة، لا نريد أن يكون هناك تشويش على حياة المواطنين في هذه المنطقة. نحن نريد للسلم الأهلي ولهذه المنطقة أن تبقى من أجمل مناطق فلسطين، ولا نريد أن يدخل هناك من مستعد أن يقطع البحار ليعمل فتن في هذه المناطق أو في بلادنا فلسطين. نحن نريد أن نوئد هذه الفتن في أرضها. ست وفاء، أنت على علم بأننا حاولنا بكل الطرق، حاولنا بالكتب الرسمية لكل الوزارات، حاولنا بالاحتجاج السلمي، وحاولنا في كل الطرق لوقف هذه العنجهية في توسع الكسرات. ونحن الآن قد وصلنا إلى قناعة أن ما يحدث في منطقة الكثريات هو ما هو إلا عبارة عن صراع أباطرة رأس المال. صراع أباطرة، هناك رأس مال متوحش. لكن برأيك يا سيد فريد، هل قوة رأس المال هذا تغلب على إحقاق الحق والقانون؟ للأسف إذا كان هناك بعض المتنفذين الداعمين لهذا رأس المال يستطيع ذلك. للأسف هذا ما نلمسه الآن على أرض الواقع. طب الخطوات القادمة والتطلعات، إذا كانت الكتب يعني عبارة عن كلمات على ورق ولا تتم الاستجابة لها أو حتى أخذ بعين الاعتبار بما يأتي ضمن محتوى هذه الكتب التي أرسلتموها، وإذا كان هنالك استدعاء لبعض الأهالي في المنطقة كما ذكرت أنت في بادئ حديثك، إذن ما الخطوات القادمة التي تتطلعون لتنفيذها في الأيام القادمة إذا ما استمر الحال على وضعه؟ نحن الآن في صدد التوجه إلى عطوفة محافظة الطب كريم الأخ اللواء عصام أبو بكر، ولتقديم البيان الذي صدر عن جلسة إقليم تذكرن في قرية كور، ولتوضيح تخوفات الناس في هذه المنطقة ومراسلة الحكومة الفلسطينية في هذا الموضوع. وهناك في يوجد احتجاجات سلمية ستكون على اعتقال الشاب من هيثم عبيد من كفر سور، واستدعاء ضباط الأمن الوقائي للاعتقال في رام الله. ستكون هناك احتجاجات سلمية في هذا المجال. ست وفاء، توضيح أخير. نحن عندما يقال أن الحق على من باع هذه الأرض، وعندما يقال هذه بعض العائلات تعتاش من وراء هذه الكسرات، نحن لا ننكر أن هناك من باع أرضه أصحاب هذه الكسرات، ونحن لا ننكر أنه يوجد أيضا عائلات تعتاش من هذه الكسرات، ولكن التخبط أو التوسع العشوائي يضر أيضا مئات العائلات الذي تعتاش من هذه الأراضي الزراعية، والتي فقدت أراضيها حتى السكنية من وراء هذه الكسرات. إذن هناك ضرر، كما هناك فائدة للبعض هناك ضرر على الآخرين. إذن سيد فريد، أنت والأهالي لا تنكرون ملكية وأحقية صاحب الأرض الذي قام بشرائها، ولكن في نفس الوقت كما يستشف من حديثك ضرورة أن يكون هنالك انتقاء للمشاريع التي ستقام على هذه الأراضي، مراعاة المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الشخصية، حتى لا يتم تعميم الضرر على الأراضي المحيطة أو حتى على الأهالي الساكنين في تلك المناطق.
والقصور الأثرية والتاريخية الموجودة في هذه المنطقة. نعم، إجمالا نحن سنتابع معكم التفاصيل أولا بأول، ونتمنى السلامة، كل السلامة لأهلنا في مختلف الكفريات. السيد فريد الجيوسي رئيس مجلس قروي كور، شكرا جزيلا لك، ونواصل مع حضرتكم في مشوارنا الصباحي. لا تنسوا أن الأرض